اذكر 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 اقسام من البيت باللهجة العراقية الدارجة. حيدر الهول. ها الهول استقبال الهول. ايه؟ خلينا نشوف ما موجود، لربما اكو اشياء اهم او معروفة. خلينا نشوف بيت باللهجة العراقية الدارجة. اوكي خلينا نشوف ست نهلة. المطبخ. المطبخ. نعم خلينا نشوف المطبخ. ايضا خطأ. اذكر اقسام من البيت باللهجة العراقية الدارجة. اكو اسماء تسميات باللهجة العراقية نقول عليها بالبيت، شنو هي؟ فلانشي، هاي فلانشي فوق شنو كذا. اوكي خلينا نشوف الان. الاخ عدنان شو يقول؟ السقف. ها السقف. السقف. نعم السقف. نعم يعني هذا قسم من الاقسام. خلينا نشوف السقف. ايضا خطا. نروح على الاخ سعد. اخ سعد اذكر لي قسم، شوف قسم مو جزء، اذكر لي قسم من البيت باللهجه العراقيه الدارجه. شو نقول؟ باللهجه العراقيه الحجره او الغرفه. ها؟ لا ايش قلت؟ باللهجه العراقيه الحجره. الحجره. نعم مو نقول حجره، مو حجره. نعم. الحجره. اي حجره. حجره اللي هي تعني الغرفه، نقولها الحجره. الحجره صح. برافو. وهذا اجى الاحتمال الثامن انتوا اخذتوه. الان من حقك. نعم. انه نروح وياكم نسالكم او تحولي على عائله الداودي. شنو رايك؟ احنا انتوا يلا تفضلي. تفضلي استاذ حيدر وتفضلي اخذ. السؤال موجه إليك أخت لمياء. اذكري قسم من أقسام البيت باللهجة العراقية الدارجة. الحوش. ها؟ الحوش. الله ايش قد حلو. الحوش أعلى احتمال هو الأول. الحوش مو الهول. الحوش. فلذلك الحجرة والحوش. وبعد أكو تسميات أقسام بالبيت العراقي. شنو بعد؟ الموزع. ها؟ الموزع. الموزع. الموزع؟ شنو هذا الموزع؟ يعني اللي يصير وسط البيت اللي يوزع. ما اعرف انا راح اقول. خلينا نقول الموزع. خطا. انا اسف. اذا ماكو موزع. خلينا نشوف هالخطا الاول. ست نهله. نعم. اذكري لي قسم من اقسام البيت باللهجه العراقيه الدارجه. فوق السطح. ها؟ فوق السطح. اي فوق السطح. شنو هو السطح؟ بعد فوق شكو فوق السطح. ما يخالف اقول فوق السطح. اي فوق السطح. خلينا نشوف. ها ممكن فوق السطح. هو شنو الفوق السطح؟ اكو فوق السطح شيء. بيتونه. خلاص خطا. بعد ايش تقولين؟